ترجمة جوجل هتلاقي فيها أخطاء كتير جدا، وتقدر تاخد الترجمة تربح منها فلوس، ودي الطريقة الأولى بنتكلم عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم النهاردة عن الجزء التاني في الترجمة، الترجمة أونلاين، إزاي تعمل أرباح من الترجمة. هتقول لي طب أنا معيش اللغة قوي، هقول لك على فكرة بسيطة قوي هساعدك إنك تكون مترجم حتى لو اللغة عندك ضعيفة، وهقول لك لو أنت مترجم محترف برضه هقول لك تربح إزاي. دي لها شغل ودي لها شغل. هنتكلم على الطريقتين دلوقتي. الطريقة الأولى اللي نتكلم عليها دلوقتي إن أنت لو عندك لغة بتقدر مثلا تترجم عقود قانونية، هندسية، طبية، بتترجم سجلات، فيديوهات، يعني فريلانسر، أي شغل تقدر تعمله من الترجمة، بس أنت مش قادر تحدد بالظبط. بندخل أول حاجة على مثلا موقع بسيط زي موقع فايفر. فايفر بيتميز بإن أنت يعني بتقدر تعمل عليه شغل بسيط، 500 كلمة مثلا ب $5، أنت لسه مش معروف فلازم تضحي، لازم ما تبصش المادة دلوقتي، لازم تتعرف وتعمل لك ريفيو وتعمل لك تقييم عالي والكلام ده، زي ما بيحصل ايه مثلا زي ما بنعمل في موقع مثلا زي فايفر. فايفر من مميزاته انك ممكن تدخل مثلا زي مثلا ما احنا شايفين كده، انا لسه مسجل فيه طبعا، مثلا حاجه زي كده بيقول لك ايه، بيقول هنا مثلا انا ممكن اديك عدد من الكلمات معين مثلا بس بمبلغ قد كذا، كل واحد بيقدر يعرض هنا الشغل بتاعه، مثلا عدد 500 كلمه ب $5، 600 كلمه ب 10، كل واحد يعرض الشغل بتاعه زي ما هو شايف. حلو الكلام. طيب انت مش قادر تترجم او برضه ممكن تلجا لترجمه جوجل، بس لما تلجا لترجمه جوجل في حاجات هتبقى واقعه منك كتير، هتلاقي تحتها كلمات خط احمر، بتروح منها فين؟ بتروح فيها بحاجه اسمها موقع تاني اسمه جرامرلي. جرامرلي ده من مميزاته ان انت طبعا انا بسجل فيه برضه عشان انا ما كنتش بشتغل عليه، بس طبعا لقيته كويس جدا فقلت لازم اسجل فيه، طلب مني بيانات وانا سجلها دلوقتي قدامكم. بيقول لك انت عايز تسجل في جرامرلي ده ترى هندسية ولا طبية ولا الكلام ده، هتقول له انا سجل عندك ليه؟ هيقول لك انت لما هتترجم ترجمة جوجل هتلاقي فيها اخطاء كتير جدا، فلما تجيني انا هعدل لك الترجمة دي كلها، وتقدر تاخد الترجمة تربح منها فلوس، ودي الطريقة الأولى بنتكلم عليها. أما الطريقة التانية أنا ممكن أكمل بقى التسجيل في وقت تاني، بس يجي يقول لك مثلا هنا طيب أنت عايز مثلا محترف انت هتشتغل ازاي؟ هتقول له انا عايز موقع بقى انا خلاص اتعرفت وشغلت على فايفر لمده فتره كبيره وتقيمت تقييم عالي وضحيت وعملت 500 كلمه ب $5 ده المفروض ب 100 و 150 دولار يعني، فانا لازم عشان بس في البدايه. فايفر كمان يفيدك في حاجه مهمه انه هيخليك تحدد واجهتك، تشتغل قانوني، تشتغل تقني زي مثلا عقود طبية أو هندسية أو حاجة زي كده، ولا شغل مثلا أفلام تترجم أفلام أو مثلا منشئ محتوى أو اللي أنت تشوف اللي أنت هتقدر، هو هيساعدك في الموضوع ده من كتر الطلبات اللي هتجيلك. بس حاسب يا صاحبي من حاجة مهمة، أوعى تشتغل في حاجة أنت مش قادر يعني تعملها صح عشان ما تخش قيم قليل، والموضوع ده هيضرك جامد جدا في بدايتك، فلازم تكون عارف انت عايز برضو ايه الشاطر فيه، انت اللي حاسس بنفسك، انت اللي عارف تقدر تقيم نفسك بايه. وطبعا اغلى حاجه بتطلب في الترجمه اونلاين هي الترجمه القانونيه، دي عليها طلب شويه. موقع تاني، موقع اسمه فريلانسر. فريلانسر ده هنا من المواقع اللي هي ممتازة جدا بالنسبة للمترجمين، ده بتكون حاجة أعلى شوية، هو مش الأفضل بس حاجة بتاخدك لمرحلة أعلى بأرباح أعلى، وما عندوش شروط في التسجيل كتير ولا الكلام ده كله. أنا مش مسجل فيه لأن مش بشتغل إيه في موضوع الترجمة. طب لو عايزين مثلا يكون عندنا وضعية أفضل مثلا في اللي هي الطريقة التانية اللي بنتكلم عليها، إحنا خلصنا الطريقة الأولى خلاص، لكن الطريقة التانية اللي بنتكلم عليها في موقع تاني اسمه ترانسليتور. ترانسليتور كافيرا تقريبا يعني معظم المترجمين عارفينه، منتدى معروف جدا يطلع عليه موقع، منتدى يتقال عليه المهم زي بعض، بس المشكله ان هو عليه ناس جامده شويه، عليه ناس ان هم بيسموهم ايه الجهابذه او الناس اللي هم عباقره او الناس اللي هم اشهر ناس في الترجمه، تمام، موجودين هنا، موجودين في كل اللغات بقى مش في حاجه واحده، فعشان كده عشان تنضم ليه مش هيكون في شروط في تسجيل بسيط وكله، بس عشان تنضم ليه لازم تكون عليت من مستواك وعرفت عايز تشتغل في انهي تخصص. طيب لو عايزين نعلى بمستوانا اعلى من كده ممكن ندخل على موقع تاني، الموقع اللي قدامكم دوت من المواقع المهمه جدا، موقع اسمه بروز. بروز ده من المواقع اللي هي انا بعتبرها من المواقع اللي هي ايه
بترفعك رفعه حلوه، لانك بتشتغل بيه وفي الموقع لبعض، هما الاثنين عندهم خاصيه دي، انك بتشتغل باسم الموقع، يعني بيجي لك شغل على الموقع. وعشان كده بروز من الحاجات اللي هي مهم جدا. في موقع تاني كنت عايز اقول لكم، بس ده يعني لازم تسجل وتدفع $120 والكلام ده كله في السنه عشان يجيب لك شغل، ولازم بيعمل عضويه، حاجه صعبه شويه، فمش عايز اعرضه. لكن انا عايز اعرض موقع مثلا زي بروز ده، لان الشغل هنا فيه كويس جدا وليه سمعه حلوه قوي، وبيطلب كتير قوي قوي قوي، وفي مجالات كتير، وخصوصا المجالات التقنيه والقصص والحاجات دي كلها، ليه حاجات كده معينه لما تدخلوا هتشوفوا بنفسكم. اخر حاجة عايزين نتكلم عليها هنا، موقع اسمه جينجر. جينجر ده من المواقع، جينجر من المواقع اللي هي نقدر نقول عليها مثلا مواقع محترمة. محترمة ليه؟ لانك انت لما بتدخل بتنضم له مش هتدور على الناس، لا، الناس هي اللي هتجيلك، لان الناس مش هتيجي ليك انت، هتيجي للموقع. الموقع يبعت لك شغل، اكنك قاعد جوه شركه، انت بتشتغل جوه شركه والشركه بعتت لك شغل انت بتعمله، فانت شغال باسم الشركه. بس خلي بالكم، ده ما بياخدش اي حد والسلام، ده بيعمل لك امتحان واثنين، والامتحانات بتاعته معروفه كلها تشوز، تمام؟ يعني انت لو طبعا لو في ما حصلكش نصيب في اول امتحان، ممكن تعيد بعد يومين او ثلاثه على ما اعتقد، حاجه زي كده، تمام؟ ويبدا يعيد لك مرتين، ما نجحتش ثاني او ثالث مره، من ثالث مره يقفل لك الحساب بتاعك خالص. عشان كده مهم قوي انك تكون مستواك عالي قبل ما تنضم لموقع زي ده، بس لما تنضم له هتحس بالفرق. الارباح هنا بتكون عاليه جدا بالنسبه للمترجمين، وكل واحد حسب لغته، اللي بيترجم ياباني غير الالماني غير الانجليزي اللي هو منتشر جدا مثلا، يعني الانجليزي يبقى مثلا من 100 ل 150، الالماني او الياباني لو مترجم معاك قانون، لا، عالي، حاجه عاليه جدا جدا، مستوى تاني خالص. في حاجات ما فيهاش، وخلي بالكم ان مش كل المواقع اللي عرضتها لكم فيها كل اللغات، في مواقع فيها اللغات معانا، وفي مواقع فيها كل اللغات، يعني دي حاجه مهمه جدا لازم ننتبه لها. انا عرضت لكم مواقع كتير جدا، المواقع دي مش كلها هي اللي موجوده، في مواقع تانية كتير، يا ريت تعملوا عمليه بحث عشان تدوروا وتلاقوا المواقع التانية، ممكن تلاقوا حاجه اعلى، ممكن تلاقوا حاجه اقل، بس اللي عرضت لكم ده هو الكومن، النوع الشائع. لو حد ليه تجارب مع اي مواقع تانية ممكن يكتب لنا في التعليقات برضه عشان نقدر نعرف ونستفيد ونفيد غيرنا. لازم تعمل عمليه بحث يا صاحبي عشان تقدر انت توصل، ما ينفعش كل حاجه تتقال لك. ترجمه جوجل جربوها، اللي الطريقه اللي قلتها هتنفعكم كتير قوي، واستخدموا الموقع ده جرامرلي، ده هينفعكم جدا جدا، لان هيصحح لكم كل الاخطاء. على فكره ده هيصحح الاخطاء في حاجات تانية كتير، يعني مش لازم حتى عشان شغل، ممكن لمنشئ محتوى، ممكن لحد بيكتب تقرير، حد بيكتب رساله، بيكتب مقال في المدونه الورد بريس، باي حاجه. تمام، انا خلصت الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنساش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان لما كل ما اعرض حاجة تنزل لكم ان شاء الله. وشكرا لكم وربنا يوفقكم.